زمان أنا كنت كتير جميلة وكنت كتير مشهورة، كانوا يجوا ناس من كل العالم لحتى يزوروني. أنا كنت المدينة اللي ربطت فلسطين مع العالم. بس فجأة قامت لقيامي. يطلع من الدار يومين ويجي يلاقي الدار مسكونة وانت ما تقدرش تدخل. بدي اشوف ايش بتكون الجواب تاع اي واحد في العالم. يا شباب انضموا الينا، يا شباب انضموا الينا، بيوت الليل غالي علينا، بيوت الليل غالي علينا. المعاناة والنكبة ما انتهتش بال 48، استمرت بمصادرة الاراضي، هدم البيوت. سياسة التخطيط الإسرائيلية منذ النكبة حتى اليوم تعمل كل جهودها حتى تشوه الحيز التاريخي الفلسطيني وتعيد بناء المعاني لهذا المكان. الشجرة هاي فيها كمان ليمون، كمان برتقال وكنابل. قعدنا كل يوم يرتم علينا شغلة وخلينا عشان نتذكر شو مرقة البلد، شو مرقنا. ما بدي أمرق نكبة تانية. أنا عمري آلاف السنين وكل شي بتغير. مش عم بقول إني حابة أسير يوتوبيا مدينة كاملة مكملة. بدي أبنائي وبنات المنفيين يرجعوا لي. بدي أزدهر كمان مرة. قصة اللد هي قصة فلسطين.